نبدأ المحاضرة الرابعة من شرح كتاب كيف تتقن النحو، ونبدأ بالمبحث الثاني الأسماء الخمسة. طبعا يا إخوة يجوز أن تكون أيضا الأسماء الستة بإضافة طبعا هانوكا. إذن الأسماء الخمسة وهي أب وأخ وحم، أو أبوك أخوك حموك وفوك وذو طبعا بمعنى صاحب، وممكن ولكن هذه قليلة الاستخدام، يعني ممكن أكون الأسماء الستة على أساس هانوكا، ولكن الأفضل والأشهر أنهما خمسة، يعني أنهم خمسة أسماء. طيب، لأن هانوكا لا تستعمل يعني، أو قليل أو نادرة الاستخدام. أولا تعرب بالحروف. ما معنى تعرب بالحروف؟ يعني هذه الأسماء الخمسة لها إعراب خاص بها. ما هو؟ أنها ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء، إذا لها إعراب خاص بها هذه الأسماء الخمسة. طيب، لذلك نسميها تعرب بالحروف، يعني ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طب ما شروط إعراب؟ يعني ما هي الشروط أو كيف تعرب بالحروف؟ لابد أن تكون مفردة. لكي تعرب بالحروف أن تكون مفردة. لماذا؟ أن تكون غير مثنى. لو لا، لأنها لو كانت مثنى ستعرب إعراب المثنى، وأنها لو كانت جمع ستعرب إعراب جمع التكسير، لذلك أن تكون مفردة. طيب، رقم اثنين أن تكون مضافة، يعني يأتي بعدها مضاف إليه. ممكن أن يكون مضاف لهذا اسم أو ضمير ما عدا ياء المتكلم، ليست معنى. لماذا؟ لأنها إذا أضيفت إلى ياء المتكلم ستعرب بالحركات المقدرة هكذا. طيب، نأخذ مثال. مثلا ترفع بالواو، يعني مثلا رجع أبوك، إذن رجع هنا فعل، من الذي قام بالرجوع؟ أبوك. إذن أبو هنا فقط فاعل مرفوع وعلامة رفعه ماذا؟ الواو، يعني فاعل مرفوع رفعه الواو. لماذا؟ لأنه من الأسماء الخمسة. طب وانظروا، اكتملت الشروط. طب ما هي الشروط؟ أولا أنه أن أبو مفرد، يعني أب واحد. طيب، أضيف إلى ضمير وهو الكاف، لذلك حتى الكاف ضمير متصل مبني في محل جر بالإضافة. نفس الأمر، قال الله تعالى إذ قال لهم أخوهم، من الذي قال؟ إذن قال هنا فعل أخوهم، إذن أخو فقط فاعل مرفوع علامة رفعه الواو، لأنه الأسماء الخمسة. لماذا؟ اكتمل الشروط. أولا أنه مفرد. طيب، ثانيا أنه مضاف إلى ضمير وليس مضاف إلى ياء المتكلم. طيب، والضمير طبعا ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، والميم علامة جمع الذكور. طيب، تنصب بالألف، يعني في حالة النصب تنصب بالألف، مثل رأيت، رأيت فعل وفاعل، رأى فعل، والتاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل. طيب، رأيت فعل وفاعل، من الذي وقع عليه الرؤية؟ حماك، إذن حما فقط هذا ماذا؟ مفعول به منصوب، وعلامة نصبه ماذا؟ الألف، لأنه من الأسماء الخمسة. طيب، ما إعراب الضمير؟ ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر بالإضافة، لذلك هي اكتملت الشروط. أولا أنها مضافة، يعني هنا أضيفت إلى ضمير، لأننا لا كنا أن تكون مضافة إلى اسم أو ضمير، المهم أن يأتي بعدها مضاف إليه ما عدا ياء المتكلم. طيب، ثانيا أننا قلنا حما واحد. طيب، هنا إذا حما هنا لم أقل مثلا حماوات، لا، أنا قلت حماكا. طيب، هنا إذن هنا مفرد هكذا. قال الله تعالى إذ قال لهم ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم، إذا من أرسل فعل، والناء ضمير متصل في محل رفع فاعل، إذا الإرسال وقع على من؟ على أخاهم، إذا أخا فقط مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف، وهم طبعا ضمير متصل في محل جر بالإضافة. نفس الأمر، سلمت على أبي محمد، إذا نلاحظ أن أبي فقط اسم مجرور وعلامة جره الياء. طب لماذا؟ لأن قبله حرف جر على اسم مجرور. طب لماذا مجرور بالياء؟ لأننا قلنا أن الأسماء الخمسة تجر بالياء، وهو اكتمل الشروط، لأن أبي مفرد وأضيف فهنا أضيف إلى اسم ظاهر وهو محمد، لأن محمد مضاف إليه، معنى ذلك أنه جاء بعده مضاف إليه هكذا. ولا ننسى يا إخوة أن هذه الياء ليست ياء المتكلم، وإنما هي ياء الإعراب، لذلك هذا الاسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة.
وهنا اكتمل الشروط أنه أضيف إلى ماذا؟ إلى اسم ظاهر. إذن محمد هنا مضاف إليه. طيب إذن وعلى اسم مجرور، اسم مجرور. طيب قال الله تعالى إذن لابتغوا إلى، طبعا إلى هنا ماذا؟ حرف جر. ذي طبعا ماذا؟ اسم مجرور وعلامة جره الياء لأنه من الأسماء الخمسة، لأننا قلنا ذي بمعنى صاحب، يعني إذن لابتغوا إلى ذي العرش يعني صاحب العرش. إذن هنا ذي طبعا مجرور بالياء، وإنه أضيف إلى ماذا؟ أضيف إلى اسم ظاهر، يعني أنا لم أكل مثلا ذوى مثلا، أو لم أكل ذوو هكذا، أن ذوى مثنى وذوو هنا ماذا؟ تلحق بجمع المذكر السالم أو جمع مذكر سالم عموما. يعني المهم هنا في هذه الحالة أن ذي مفردة وأضيفت إلى اسم ظاهر، إذن تعرب بماذا؟ بالحروف. إذن هنا خلاصة الأسماء الخمسة أن الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالألف وتجر بماذا؟ بالياء، ولكن بشرط أن يأتي بعدها أن تكون ماذا؟ مضافة، يعني يأتي بعدها مضاف إليه، يعني مضافة وماذا؟ ومفردة هكذا. طب لو كانت الأسماء الخمسة مثنى تعرب إعراب المثنى، انتهى الأمر. إذا لم تكن مفردة ودلت على اثنين فترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، هنا الإعراب تغير أصبحت هنا مثنى. لذلك عندما أقول زارني أخواك بالألف، الأصل أخوانك ولكن هنا حذفت النون للإضافة. إذن أخوان فقط فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه مثنى، رغم أنه مضاف إلى ضمير ولكن هي ليست مفردة. أنا لم أكل أخوك، أنا قلت أخواك لأن الأصل الأصل هكذا أخواني وبعد ذلك ماذا؟ الكاف، ولكن حذفت النون للإضافة فنقول أخواك أو أخواكي حسب المخاطب. يعني إذن هنا مثنى فقدت شرط الإفراد، إذن هي مثنى فتعرب إعراب المثنى. نفس الأمر، وأما الغلام فكان أبواه، يعني الأب والأم، إذن مثنى لأن الأصل أبوانيه ولكن حذفت النون للإضافة فنقول ماذا؟ أبواه هكذا. إذن اسم كان مرفوع بالألف لأنه مثنى. كذلك تنصب بالياء، رأيت فعل وفعل أخويك، الأصل أخوينك أخوينك هكذا، ولكن حذفت النون للإضافة نقول أخويك. إذن أخويك هنا مفعول به منصوب بالياء، لماذا؟ عفوا نعم منصوب بالياء لأنه ماذا؟ مثنى هكذا. قال الله تعالى ورفع أبويه، رفع فعل ماض، أين الفاعل؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على سيدنا يوسف. أبويه إذن مفعول به منصوب بالياء لأن الأصل أبوينه، حذفت النون للإضافة إذن مثنى. كذلك تجر بالياء، مررت بأخويك أو سلمت على أخويك، هنا يا إخوة لا نقول اسم مجرور بالياء لأنه الأسماء الخمسة خطأ، ولكن سنقول اسم مجرور مجرور بالياء لأنه مثنى وليس من الأسماء الخمسة. لماذا؟ لأنه هنا مثنى فقد شرطا وهي التثنية، هو مثنى هنا. كذلك حمويك نفس الأمر، اسم مجرور علامة جره الياء لأنه ماذا؟ مثنى وليس من الأسماء الخمسة هكذا. إذن خلاصة الأسماء الخمسة، إذن الأسماء الخمسة لو كانت هنا مفرد بسم الله هنا تعرب إعراب جمع التكسير، يعني الأسماء الخمسة يا إخوة تعرب إعراب جمع التكسير، ولكن متى؟ إذا جمعت جمع تكسير، فترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسرة. طب هنا أولا ترفع بالضمة مثلا نعم وتجرب الكسرة. طيب هنا ترفع بالضمة مثل مثلا شكر الآباء المعلمين، طبعا شكر هنا فعل والآباء هنا يا إخوة جمع مفرد أب، إذن سنقول فاعل مرفوع علامة رفعه ماذا؟ الضمة لأنه جمع تكسير وليس هنا من الأسماء الخمسة. كذلك نفس الأمر، وجاء إخوة يوسف، إذن هنا إخوة جمع تكسير
لأن هنا أخي يا إخوة الذي هي أخوك فقدت شرط الإفراد، أنها هنا ليست مفردة. أنا لم أكل أخو يوسف، أنا قلت ماذا؟ إخوة. إذن إخوة هنا سنقول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة لأنه جمع تكسير. كذلك نفس الأمر، يعني تنصب بالفتحة، شكر فعل، والمعلمون فاعل، والآباء ماذا؟ مفعول به، منصوب علامة نصبه الفتح لأنه ماذا؟ لأنه جمع تكسير. قال الله تعالى فإن لم تعلموا آباءهم، يعني لو أنا قلت يا إخوة مثلا شكر محمد أباه، أو مثلا أنا أقول مثلا شكر مثلا الطلاب، أو شكر الأبناء، الأبناء هنا أباهم. لو نلاحظ هنا مثلا أباهم، هنا يا إخوة مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف لأنه من الأسماء الخمسة، لأن هنا اكتمل الشروط. أولا أنه أن أب أبا، يعني أب واحد فقط، إذن هنا مفرد. ثانيا أضيفت إلى ضمير، لذلك هنا سنقول مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. أما هنا آباءهم، آباء هنا جمع، إذن ستعرب إعراب جمع التكسير. لماذا؟ لأنها فقدت شرط الإفراد أنها هنا جمع وليست مفرد. كذلك أيضا تجر بالكسرة، مثل مررت بالآباء، إذن الآباء هنا اسم مجرور وعلامة جره ماذا؟ الكسرة، لأنه جمع تكسير. كذلك قال الله تعالى ومن آبائي، إذن هنا آبائي طبعا اسم ماذا؟ مجرور وعلامة جره الكسرة لأنه جمع تكسير. هكذا. طيب رابعا هنا إعرابها بالحركات المقدرة. طيب متى تعرب بالحركات المقدرة؟ إذا أضيفت إليها المتكلم. إذن يا إخوة الأسماء الخمسة إذا أضيفت إليها المتكلم سواء كانت هنا مفرد أم جمع لا مشكلة، المهم إذا أضيفت إليها المتكلم فسترفع بالضمة المقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وتجر بالكسرة المقدرة. هكذا، يعني مثلا ترفع بالضمة المقدرة. قال الله تعالى قال أنا يوسف وهذا أخي. طبعا هذا اسم إشارة مع السكون في محل رفع مبتدأ، أخي خبر. الأصل هذا مثلا أخ، هذا هو الأصل على أساس أن أخ هنا مبتدأ مرفوع علامة رفعه الضمة لأنه هنا، ولكن هنا يا إخوة أضيفت إليه ياء المتكلم، وياء المتكلم تقتضي كسرة قبلها. ما معنى تقتضي كسرة قبلها؟ يعني لابد أن يكسر ما قبلها. إذن هنا سنضطر أن نقدر الضمة ونضع كسرة. ماذا؟ ونضع كسرة هنا سنقول أخي، إذن هنا الضمة ستكون مقدرة، لذلك سنقول خبر مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ياء المتكلم، يعني الضمة هنا مقدرة قبل ياء المتكلم ليست موجودة. طب لماذا؟ ما الذي جعلها مقدرة أو ما الذي منع من ظهورها؟ هو اشتغال المحل بحركة الكسرة المناسبة للياء، يعني هذا المكان الذي تظهر عليه الضمة هذا ماذا حدث له؟ شغل بحركة الكسر التي تناسب الياء. إذن سنضطر أن نضع هنا كسر، لذلك اشتغال المحل بحركة الكسر المناسبة لماذا الياء. طبعا والياء ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بالإضافة. نفس الأمر لو أنا قلت مثلا شكرت أبا، لا مشكلة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهر. نعم مفرد. نعم مفرد هنا. تمام. لو هنا مثلا أنا قلت مثلا أريد أن نقول أنه أبا لي، يعني أضيف ياء المتكلم، ماذا سنفعل هنا؟ سنحذف ماذا؟ الفتحة، ويكون هنا ماذا؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. هنا لماذا هنا الفتحة ستكون مقدرة؟ منع من ظهورها حركة الكسرة التي تناسب الياء. هكذا، لذلك سنقول أبي مفعول به منصوب وعلامة نصبه فتح. كذلك يا إخوة لو أنا قلت مثلا شكرت آباء، مثلا يعني آبائي، نفس الأمر مفعول به منصوب بالفتحة المقدرة أيضا. إذن هنا
الأسماء الخمسة أو عموما أي اسم، يعني هذا الإعراب ينطبق على الأسماء الأخرى التي أضيفت إليها المتكلم، مثل كتابي إلى آخره، قلمي، نفس الأمر. مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة المقدرة منع من زراء اشتغال المحل بحركة الكسرة المناسبة للياء. طبعا ولو ياء المتكلم ضمير متصل في محل جر بالإضافة. كذلك قال الله تعالى على لسان بنت النبي، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. طبعا إن نحن نعرف إن ناصبة، إذن هنا ناسخة، حرف ناسخ يعني. إذن أبي اسم ماذا؟ اسم إن منصوب وعلامة نصبه الفتحة المقدرة. لماذا؟ طبعا ياء المتكلم. طب هنا يجرب الكسرة المقدرة، قال الله تعالى واغفر لي ولأبي. طبعا ولي اللام هنا حرف جر، عفوا، واغفر لي ولأخي. إذن أخي هنا ماذا؟ اسم مجرور. لذلك هنا أخي اسم مجرور وعلامة جره الكسر المقدرة. ستقولون لي يا أستاذ يوجد كسرة هنا تحت الخاء ولأخي، لماذا الكسرة مقدرة؟ سأقول لك أن هذه الكسرة ليست كسرة الإعراب، ولكن هي الكسرة التي تناسب الياء هكذا، وليست كسرة الجر. طيب هنا منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة الكسرة المناسبة للياء هكذا نفسه. طيب هنا ننتقل إلى إعرابها بالحركات الظاهرة. ما معنى يعني تعرب إعراب الاسم المفرد مثل محمد وزيد وإلى آخر، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بماذا؟ بالكسر. إذا كانت مفردة غير مضافة، يعني هي مفردة وفي نفس الوقت خالية من الإضافة، يعني خالية من الإضافة لا يوجد إضافة، أو على صيغة فعيل وهي صيغة تصغير يا أخي، مثل أبي، أخي، على وزن فعيل، وهذا سندرسه في التصغير إن شاء الله في الصرف يعني لاحقا في دورة كيف تتقن الصرف إن شاء الله. طيب هنا تعرب بالحركات الظاهرة إذا كانت مفردة وغير مضافة أو على صيغة التصغير، يعني مثلا قال الله تعالى على لسان إخوة يوسف، قالوا إن يسرق فقد سرق ماذا؟ أخ. إذن أخ هنا فاعل مرفوع علامة رفع الضمة الظاهرة لأنه اسم مفرد، لا مشكلة. طب كيف، طب أنتم ستقولون لماذا لم يعرب إعراب الأسماء الخمسة؟ سأقول لك لأن هنا خالي من الإضافة، لأننا قلنا أن يكون مفرد وأن يكون ماذا؟ مضافا، لكي يعرب بالحروف، ولكن هنا خالي من إضافة. لم أقل مثلا أخوه أو أخوهم أو أخوك أو أخو زيد، لا. لذلك هنا فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة لأنه مفرد ولم يضف إليه اسم أو ضمير، لم يضف إليه خالي من، لو سمحت. نعم خالي من الإضافة، يعني الإضافة هنا أن الاسم أو مضاف إليه، سواء الاسم أو الضمير، نعم كلاهما. يعني هي دي معناها خالي من الإضافة؟ نعم، يعني لا يوجد بعده مضاف إليه. يعني مثلا أنا لم أكل أخوك أو أخوه أو أخو زيد، أنا قلت أخ وبعد ذلك جر ومجرور له، فهمتي؟ أم لا؟ معنى كذلك، معنى خالي من الإضافة ولم يضف إليه اسم أو ضمير، معنى ذلك خالي من الإضافة، يعني لا يوجد إضافة. نفس الأمر هنا، رأيت أخي، أخي هنا إخوة على وزن فعيل، يعني أخي صيغة تصغير أو بالضمة، أو أخي على وزن ماذا؟ فعيل، أخيا على وزن فعيلا هكذا. إذن هنا كذلك نفس الأمر، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. طب حتى إن لم يكن على صيغة التصغير فهو أصلا لم يضف، مثلا يعني أنا قلت أخيا لا يوجد أصلا إضافة، ففي نفس الوقت أيضا سيعرب مفعول به منصوب على نصبه الفتحة الظاهرة. طيب لو سمحت، نعم، في الأول لما قلنا إن هي مش هم اسمهم الأسماء الخمسة، يعني إيه تعرب بالحروف؟ مش هي كده كده هي؟ لا هي تعرب بالحروف، يعني ترفع بالواو، بحرف الواو، يعني بالواو وتنصب بالواو وتجرب الواو، فهمتي؟ تمام ماشي. طيب يشترط في فو ما يلي، ولكن يا إخوة نحن قلنا طبعا أن قلنا هنا سابقا، أين؟ نعم، قلنا يا إخوة أن الأسماء الخمسة طبعا، وقال بعض العلماء أنها أسماء ستة، هنا أن الأسماء الخمسة أب وأخ وحم وفو وذو هي تعرب بالحروف، يعني ترفع بالواو
وتنصب بالألف وتجر بالياء بشروط أن تكون مفردة، لأن لو كانت مثنى ستعرب إعراب المثنى، ولو كانت جمع ستعرب إعراب جمع التكسير. هذا هو الشرط الأول، أن تكون مفردة ليست مثنى أو جمع. الشرط الثاني أن تكون مضافة إلى اسم أو ضمير، لأنها إن لم تكن مضافة ستعرب إعراب الاسم المفرد، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. طيب، أن تكون مضافة، لا مشكلة، إما أن تكون مضافة إلى اسم مثل أبي مثلا، يعني حضر أخو زيد مثلا هكذا، أو ضمير حضر أخوك، أخوه، أخوهم إلى آخره. طبعا ما عدا ياء المتكلم، لأنها لو أضيفت إلى ياء المتكلم ستعرب بالحركات المقدرة مثل ما قلنا سابقا. طيب، وقلنا أنها طبعا ترفع بالواو وتنصب بالألف، ترفع بالواو مثل إذ قال لهم أخوهم، وقلنا أنها تنصب بالألف، وماذا؟ وقلنا أنها تجر بالياء. طيب، يوجد هنا ملاحظة مهمة، يوجد بعض يعني نعم، هنا يشترط في فو، فو يا إخوة يعني الفم، يعني فمك، فو هنا لكي تعرب بالحركات، طبعا أن تكون مفردة، وأن تكون كنا يعني أن تكون عفوا أن تعرب بالحروف، أن تكون مفردة ومضافة. ويوجد شرط خاص بفوك، شرط زائد، أن تكون خالية من الميم، يعني لا يوجد بها حرف الميم. يعني هنا يشترط في فو ما يلي: أن تكون خالية من حرف الميم، يعني لا نقول فمك، لأننا لو قلنا بالميم سيتغير الإعراب، لذلك أن تكون خالية من الميم لكي تعرب إعراب الأسماء الخمسة. كيف هذا؟ يعني قال الله تعالى: ليبلغ، هذا فعل مضارع، الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، ليبلغ هو فاه. لو نلاحظ هنا لم يقل الله فمه، ولكن قال ماذا؟ فاه. لذلك هنا خالية من الميم، لذلك لا مشكلة، تعرب إعراب الأسماء الخمسة، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الألف. طيب، أما لو هي اكتملت الشروط، جاءت مفردة ومضافة في نفس الوقت، ولكن جاءت بالميم، هنا ستعرب بالحركات مثل محمد وزيد هكذا، يعني ترفع بالضمة وتنصب بالفتحة وتجر بالكسر. مثل ماذا؟ رطب فمك. إذا هنا أنا لم أقل ماذا؟ فاك، أنا قلت فما. إذا فما مفعول به منصوب بالفتحة، وطبعا الكاف ضمير هكذا. إذا لذلك هنا أنا لو قلت مثلا انظروا الفرق بين هذا المثال وهذا المثال، يعني لو أنا قلت مثلا: نطق فوك بالحق، وقلت هنا: نطق فمك بالحق، من الذي نطق؟ فوك. إذا فوك هنا مفعول، عفوا، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه من الأسماء الخمسة، لأن هنا خالي من الميم. أما لو أنا قلت نطق فمك، إذا فم هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة، وطبعا الكاف في محل جر بالإضافة. لو نلاحظ هنا، لو كانت خالية من ميم إذا هي معنا في الأسماء الخمسة. طيب، لو كانت بها ميم فهي مثل الاسم المفرد، مثل محمد وزيد إلى آخره، إعراب الاسم المفرد هكذا. طيب، يوجد أيضا ملاحظة في ذو. ذو يا إخوة بمعنى، يعني مثلا إذا أنا قلت حضر ذو مال، كأنني قلت حضر صاحب مال، هي بمعنى صاحب، بمعنى كلمة صاحب. إذا أنا أقول سلمت على ذي مال، يعني كأنني قلت سلمت على صاحب مال هكذا. طيب، يشترط في ذو أن تكون بمعنى صاحب. بمعنى ماذا صاحب؟ يعني إذا أنا قلت سلمت على ذو مال، إذا المعنى على ذي مال، المعنى سلمت على صاحب مال هكذا. لكي تعرب بالحروف طبعا أن تكون بمعنى صاحب، يعني معناها في الجملة بمعنى صاحب. وطبعا أن تكون مضافة إلى اسم دل على معنى، يعني تكون مضافة إلى اسم وليست مضافة إلى ضمير، لأن ذو أصلا في اللغة العربية أو ذي لا تضاف إلى ضمير، يعني لا يجوز أن نقول ذوه أو ذوك أو إلى آخره. لذلك هي فقط تضاف إلى اسم ظاهر. حتى انظروا: سلمت على ذي مال، اسم مجرور بالياء لأنه من الأسماء الخمسة. قال الله تعالى: لينفق، فعل، هنا ذو، من الذي ينفق؟ ذو. إذا ذو فاعل مرفوع وعلامة رفع الواو لأنه من الأسماء الخمسة. لو نلاحظ انظروا: ساعة أضيفت إلى ماذا؟
أضيفت إلى اسم ظاهر. بالمناسبة يا إخوة، ذو زائد اسم، هذا الاسم يعرب مضاف إليه دائما حتى ولو كان نكرة، قاعدة ثابتة. طيب هنا نلاحظ، نعم ممكن المثنى والجمع الذو، هو موجود في نهاية الكتاب في مفاتيح الإعراب. بصي سأقول لك، انظري، قال الله تعالى ففي القرآن وليحكم ذوى عدل، تقريبا أنا لا أتذكر الآية بالضبط، ذوى ذوى عدل، انظري لو كانت مثنى سنقول هكذا ذا و هكذا في حالة في حالة الرفع، وفي حالة النصب لو كانت مثنى يعني في حالة النصب سنقول ماذا؟ ذا وي هكذا، لأن طبعا الأصل إخوة ذوان، ولكن لأنها هي ملازمة للإضافة فالنون ستحذف للإضافة، والأصل ذوين ولكن النون ملازمة للإضافة فالنون ستحذف للإضافة. ولو كانت هي موجودة في مفاتيح الإعراب ستجدين أنني ذكرتها يعني كاملة في نهاية الكتاب، موجودة يعني في مفاتيح الإعراب. طيب نلاحظ فيما سبق أن ذو بمعنى صاحب، فإن فقدت شرطا من هذه الشروط أعربت بماذا؟ بالحركات. يعني وكذلك أيضا إذا فقدت شرط مثلا، يعني لو كانت مثنى فقدت شرط الإفراد مثل ذوى بالألف، الأصل ذوان مثلا، فهي تعرب إعراب المثنى هكذا. ولو قلت مثلا ذاو هكذا، ذاو بواوين، الأصل ذاون هكذا، ولكن حذفت منه الإضافة، ذو هذه جمع مذكر سالم ستعرب إعراب جمع المذكر السالم هكذا. طيب إعراب الضمائر المتصلة بالأسماء الخمسة عموما يا إخوة، الضمائر المتصلة بالأسماء عموما تعرب في محل جر بالإضافة إلى يوم القيامة، الضمائر التي سندرسها إن شاء الله، الضمائر المتصلة يعني مثل هاء الغيبة ومثل كاف الخطاب وهكذا يعني. طيب هنا ملخص إعراب الأسماء الخمسة، ملخص إعراب الأسماء الخمسة. أولا ملخص يا إخوة ما قلناه، هذا مهم جدا لأن هذا ملخص الدرس كاملا، يعني تقريبا الدرس كاملا في نصف صفحة الذي أخذ. أولا الأسماء الخمسة وإعرابها، إذا كانت مفردة مضافة إلى غير، يعني مضافة إلى غير ياء المتكلم، يعني مضافة إلى اسم أو ضمير ما عدا طبعا ياء المتكلم، مضافة إلى غير ياء المتكلم ترفع طبعا بالواو وتنصب بالألف وتجر بالياء. طب لو كانت مثنى ترفع بالألف وتنصب وتجر بالياء، إعراب المثنى يعني. طيب لو كانت جمع تكسير تعرب إعراب جمع التكسير فترفع بالضم إلى آخره. طيب ولو كانت مضافة إلى ياء المتكلم ترفع طبعا بالضم المقدرة وتنصب بالفتحة المقدرة وتجر بالكسر المقدرة. طب لو كانت مفردة وغير مضافة يعني خالية من الإضافة أو على صيغة التصغير فعيل، إذن ماذا سيحدث؟ إذن تعرب بالحركات ماذا؟ الذاكرة طبعا مثل الاسم المفرد يعني. وفي نفس الوقت جدول هنا يلخص، يعني يلخص ما قلناه سابقا، نحن طبعا درسنا هذا الدرس وهذا 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 واليوم درسنا الأسماء الخمسة، هذا ملخص تقريبا درس أمس واليوم. طيب ها أستاذة فيما، هل تريدين أن تسجلي الأسئلة والإجابة أم لا؟ أم نغلق في وقت الأسئلة والإجابة؟ حضرتك الحين ممكن نغلق التسجيل دوت ونفتح التسجيل تاني، لكي يعني ممكن يعني بعض الطلاب يعني يشعر أو بعض الحاضرين يعني يشعر بالحرج يعني إذا لم يجب، لأن هذا سيسجل، فالأفضل أن نغلق.